يقول عليه الصلاة والسلام قبل أن يؤوي إلى فراشه: باسمك اللهم أحيا وأموت. لكن الدعاء الأطول كان عليه الصلاة والسلام يقول: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليقل: باسمك ربي. باسمك ربي لها معنيان. المعنى الأول أن النوم من نعم الله عز وجل. أعرف إنسانا لا يستطيع النوم، والله لو أن الدنيا كلها بيده لدفعها مقابل أن ينام. سنوات طويلة مرض نادر جدا لا ينام صاحبه. فباسمك ربي، يعني هذا النوم نعمة منك يا ربي، وينبغي أن أنام وفق منهج رسولك. إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن تشرب الماء، يعني هذا الماء من نعم الله الكبرى. الناس في البحر يموتون عطشا، لو أن ماء الأرض ملح أجاج ماذا نفعل؟ من جعله عذبا فراتا؟ فالمعنى الأول لباسمك ربي أن هذه نعمة من عندك يا رب، وينبغي أن أتعامل بها وفق منهجك. فكان عليه الصلاة والسلام يشرب ثلاثا، يشرب جالسا، يشرب ويسمي. فكلما قلت باسم الله قبل أن تفعل شيئا يجب أن تذكر شيئين: أن هذا الذي أنت مقدم عليه نعمة من نعم الله، وهي من خلق الله، وهي إكرام من الله، ثم إنك ينبغي أن تأخذها وفق منهج الله. أما الكلمات حينما تردد دون أن نفقه معناها تفقد مضمونها، تفرغ من مضمونها. بسم الله، ما تعني بسم الله؟ بسم الله وقد يظن أن هذه نعمة فلان، يشرك وهو لا يشعر. بسم الله وهو يفعل في هذه النعمة فعلا يخالف منهج الله عز وجل. فحينما تقول بسم الله يجب أن تذكر شيئين: أنها نعمة والفضل لله عز وجل، وأن تعاملك معها ينبغي أن يكون وفق منهج الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليقل: باسمك ربي وضعت جنبي. والنوم من نعم الله العظمى، لكن النوم عند رسول الله عليه الصلاة والسلام عبادة. فباسمك، إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. لي صديق آوى إلى فراشه، في أثناء الليل مست زوجته يده فإذا هي باردة، فقامت مذعورة: إنه ميت. فباسمك أضع جنبي وباسمك أرفعه. في احتمال إنسان ما يستيقظ، إلنا أخ كريم رحمه الله آوى إلى فراشه، ومن عادته أن يذهب إلى صلاة الفجر في المسجد وأهله قد ينامون. على طعام الإفطار طرقوا باب غرفته فإذا هو ميت. فالإنسان احتمال أن لا يستيقظ قائم الاحتمال، والنبي نبهنا إلى ذلك: باسمك أضع جنبي وباسمك أرفعه. إن أمسكت نفسي، يعني إن توفيتني، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت يمسكها، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، مو إلى ما لا نهاية، إلى أجل مسمى. استيقظ 138 يوم بقي له بالضبط، كل ما استهلك يوم نقص عمره.
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وفي دعاء آخر، يعني أرأيتم إلى النوم كيف أنه عبادة؟ إنسان يبدأ نومه بهذه الأدعية، إذن هو مع الله. لو أن الله توفاه في هذا الليل، يتوفاه على الفطرة. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن. وقد قرأت بحثا قديما حول فوائد الاضطجاع على الشق الأيمن. المؤمنون ينامون على شقهم الأيمن، والأغنياء ينامون على شقهم الأيسر، يأكلون كثيرا مركز الثقل على الشق الأيسر، والملوك ينامون على ظهورهم، والفقراء على بطونهم، أما المؤمنون على شقهم الأيمن. طبعا أنت لست مسؤولا بعد النوم كيف تنام، أما إذا بدأت النوم ينبغي أن تبدأ النوم على شقك الأيمن. اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك. دائما الحالة الصحية في التعامل مع الله أن تكون بين الرغبة والرهبة. إن خفته خوفا أعاقك عن أن تحبه، هذا خوف مرضي، وإن أحببته حبا منعك أن تطيعه، هذه محبة مرضية. ينبغي أن تجمع بين الخوف والرجاء، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. حالة نادرة جدا. الله عز وجل قوي وجبار ومنتقم، إن بطش ربك لشديد، فالإنسان ينبغي أن يخاف من الله. طيب كيف أنجو من بطشه ومن عقابه ومن بلائه؟ بالإقبال عليه. لا تنجو منه إلا بالإقبال عليه، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال فإذا مت، مت على الفطرة، يعني مت مؤمنا. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإذا مت، مت على الفطرة. اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك. هذا التوكل. أنت ضعيف لكنك بالله قوي جدا. رغبة ورهبة، محبة وخشية، لا ملجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإذا مت، مت على الفطرة. من أدعية النبي قبل أن يؤوي إلى فراشه: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. أرأيت إلى هذا الشمول، رب السماوات والأرض، الكون كله، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك. شوف المجرات، السماوات والأرض، الرزاق، فالق الحب والنوى، الهادي، يعني خلق ورزق وهدى. كنت أقول دائما أنت في نعم ثلاث: نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الهدى والرشاد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنت وجدت، وعام 1900 من منا كان على قيد الحياة؟ من منا له اسم؟ من هو فلان عام 1900؟ لم يكن شيئا مذكورا، وسيأتي يوم
لا نعود شيئا مذكورين إطلاقا، فهو الذي أوجدنا فالق الحب والنوى وأمدنا بالرزق وهادينا منزل التوراة والإنجيل والقرآن. أعود بك من شر كل ذي شر، لكن أنت آخذ بناصيته. ما في جهة بالأرض إلا بيد الله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذا المعنى مريح. في قوى جبارة، في أقطاب في العالم طاغية، في أحقاد. الشر لا يعلمه إلا الله، الشر نتيجة البعد عن الله عز وجل. يعني مثلا قرأت خبر قبل سنوات بجريدة أنه تم بأستراليا إعدام 20 مليون رأس غنم بالرصاص ودفنت للحفاظ على أسعار اللحم المرتفعة في العالم. وهؤلاء الشعوب التي تموت من الجوع، قلوب قاسية كالصخر، لكن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. هذا المعنى مريح جدا. يعني هذا الشر من مخلوق، لكن الله سبحانه وتعالى يوظف شره للخير المطلق، يوظف شره للخير المطلق. ثم يقول: أنت الأول يا رب فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. والدين كما تعلمون هم بالليل وذل بالنهار، معناها ليل النبي عليه الصلاة والسلام ليل أبيض، ليل عبادة، ليل قرب من الله عز وجل، حتى النوم عبادة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بنور وجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المغرم والمأسم. المغرم الدين والمأسم الإثم. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. ألم يقل الله عز وجل: وإن جندنا لهم الغالبون إن لم يغلبوا؟ معنى ذلك أنهم ليسوا جند الله. لو أنهم جند الله حقيقة لا يمكن أن يغلبوا. وإن جندنا لهم الغالبون. لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني الأذكياء لا ينفعهم ذكاؤهم معك، لأن الذكي يؤتى من مأمنه. سبحانك اللهم وبحمدك. طبعا لست مضطرا أن تدعو بكل هذه الأدعية، لكن لو دعوت بأحدها قبل أن تنام صار نومك عبادة. أمد الله بأعمارنا جميعا، لو قبض الله الإنسان في ليله مات على الفطرة، مات مؤمنا، مات إلى الجنة.